وقع السودان اتفاقا مع شركة بوليا الصينية للتعاون الاستراتيجي في المجالات الحيوية والدفاعية بالعاصمة الصينية بكين على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي. وحضر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسم توقيع الاتفاق بين منظومة الصناعات الدفاعية السودانية والشركة الصينية بهدف استدامة الجاهزية الدفاعية والأمنية بالدولة. أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقائه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أشاد بموقف إريتريا الداعم للسودان خلال الحرب، وقال البرهان إن إريتريا استضافت أعدادا كبيرة لجأوا إليها في المرحلة الحرجة والتاريخية التي يمر بها السودان. الأخ الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، هذه زيارة خوية عبر فيها فخامة الرئيس عن تضامنه مع الشعب السوداني. إريتريا طبعا معلوم للجميع أنها هي أكثر من شقيقة لبلادنا، ووقفت إلى جانب السودانيين وإلى جانب الشعب السوداني وقفة لن ننساها ولن ينساها السودانيون. نحن نشكر السيد الرئيس، فهو يقف إلى جانبنا بدون من ولا أذى، يساند السودان، يساند حكومة السودان، يساند الشعب السوداني. قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين. وذكرت التقارير الصادرة عن البعثة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذوا عمليات تعذيب واعتقال قسري. وقال رئيس البعثة الأممية إن هذه النتائج تبرز ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير. يلجأ سكان توكر إلى استخدام مياه السيول في الشرب، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية جديدة. ورغم عدم انتشار الكوليرا في ولاية البحر الأحمر، إلا أن السلطات الصحية حذرت من إمكانية انتقالها للسكان حال استمر الأمر كما هو عليه. الحدث رصدت الواقع الصحي في المدينة المنكوبة وكيف يعاني المرضى في الوصول إلى المستشفيات. السيول إن دخلت مدينة أفقرتها وجعلت مواطنيها على مقربة من الأمراض، هذا ما يحدث حاليا في توكر التي غمرتها المياه من كل جانب وشلت حركة الوصول إلى المستشفيات. لكن الطبيب السباح كان لابد له من الوصول لإنقاذ مرضاه، هذا ما فعله مدثر أحمد لإسعاف مريضته التي من المقرر أن تضع بعملية قيصرية. هو اليوم يمشي في السيول بدلا من السباحة فيها. أول يوم في الفيضان كان ما في سبيل للدخول للمستشفى، سواء أنك يا تغوط يا كده. منسوب الماء كان كبير جدا جدا ويصل فوق منطقة الصدر، فلذلك كان لابد من أنه يكون في زول كويس كده يتعلم السباحة عشان يصل للمستشفى. الوصول إلى المستشفى ليس سهلا على سكان توكر الذين فقدوا ممتلكاتهم، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالنجاة وعودة البسمة على وجوههم. هذا ما حدث للمرأة التي وضعت توأما بعد مخاض عسير، أسمتهما سعد وسعيد، فرحة أنهما ما زالا على قيد الحياة. جينا هنا بالحيطة دي نطينا، وقمت قاعدة في الحيطة وقاموا شالوني ونزلت، والحمد لله الدكتور جاء ودخلت غرفة العملية وسوى لي العملية والحمد لله. أما المحظوظون من المرضى هم من استطاعوا الوصول إلى السوق للحاق بالطائرات المروحية التي تهبط في مكان مرتفع ويابس لنقل المرضى والحالات الحرجة. كانت هذه المرأة المسنة إحداهن، فبعد سقوط حائط منزلها عليها تم نقلها عبر حمار ثم آلية زراعية إلى أن وصلت إلى هنا لتغادر المدينة التي أحبتها عبر مروحية. يمنا راكبين في كارو اسمه حمار وجرة بتاعت كارو دي ما تعرف، وبعد ما وصلنا هنا طبعا شلناها أول من عن قريب طلعناها من المستشفى، وبعدين ركبناها في كارو وجريناها جبناها وسط الموية. ليس فقدان الممتلكات وحده ما يؤرق سكان توكر، إنما ما يمكن أن تنقله مياه السيول من أمراض خطيرة، خاصة أن معظم السكان باتوا يستخدمونها للشرب وهو ما ينذر بكارثة. يعاني السكان في مدينة توكر من انعدام المياه في فصل الصيف،
ومن سيول مفاجئة دهمتهم هذا الخريف، دمرت منازلهم وأفقدتهم ممتلكاتهم، وجعلت بعضهم يبيت في العراء وسط مخاوف من انتشار أمراض معدية. لين يعقوب لقناتي العربي والحدث، توكر، ولاية البحر الأحمر.